السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ حابه احكي معاكم عن مكان للعب الاطفال للي حابب يخرج اولاده. مكان حلو قوي، اسمه اكشن زون. مكان فيه 2 نطاطه، دي النطاطه الكبيره مساحتها اكبر من كده، انا مصوره نصها. وفي مكان للعب الاطفال الصغيرين، وفي مكان للتلوين والرسم للي حابب التلوين والرسم، وفي كمان نطاطه للاطفال الاصغر سنا، وفي سلايد، وفي ملعب كره قدم. المكان حلو ومساحته كويسه، وفي مكان مخصص لبيع الكاندي. انا طبعا بتاسف لكم على التصوير، لان كان ممنوع اصور الاستاف او اولياء الامور اللي منتظرين اولادهم، او حتى ما اصورش الاولاد عشان اولياء امورهم مش يتضايقوا. بس المكان حلو ومساحته كبيره. الميزه في المكان اللي انت ممكن تنتظري اولادك، او ممكن تنزلي تقعدي في الكافيه اللي تحت المكان. والمكان مؤمن ومقفول، وممنوع الاولاد تطلع لوحدها خالص، لازم انت اللي تستلميهم بايدك. فكانت الميزه دي عجبتني، لان احنا متعودين طبعا ان معظم الكافيهات او الاماكن او المطاعم حتى بيكون فيها مكان مخصص لعب الاطفال، بيكون مكان صغير جدا واللعب فيه بتبقى صغيره جدا. لكن ده عجبني ان مساحه المكان حلوه قوي، وتنفع لاطفال عمر اكبر شويه من عمر ال4 سنين. الكافيه اسمه ستينز كافيه، وفكرته عجبتني. هو مجرد بس مشروبات اكتر، وجزء من الحلويات، وفي برضو سلطات وسندوتشات مش كتير. ده كانت الضيافة يا جماعة، هما نوزعوا علينا ده مش كوكيز، ممكن بسكويت مش عارفة، كان سخن ولسه طالع. الميزة في المكان ان انت ممكن تقعدي انت واصحابك، المكان هادي، وكمان مطمنه على اولادك ان هما بيلعبوا في مكان واسع وكبير، مش هيزهقوا منه بسرعه. طبعا انا برضو ما كنتش عارفه اصور، لان المكان فعلا كان مليان وكان زحمه، فكنت معرفتش اصور حلو. واللي عجبني في المكان ان انت ما بتطلبي الاوردر بتاعك، بيكتب اسمك، لما الاوردر بيخلص بيرنوا الجرس وبينادوا على الاسم بطريقه لذيذه قوي. وأتمنى أكون فدتكم.